مشروع تأهيل وتثمين السوق المركزي لمدينة الدار البيضاء، مشروع بغلاف مالي 15 مليون ديال الدرهم. المساهمين فيه هما مجلس جهة الدار البيضاء ووزارة الداخلية. الميتر دوفغاج سي لا كومون ديال كازا بلانكا، والميتر دوفغاج ديليغي سي كازا اميناجمون. الهدف من هذا المشروع هو هدف بنيوي او هيكلي، دونك حاولنا نديرو ان رونفورسمون ديال لا ستركتور ديال لوفغاج دو سورت كو انه دو غارونتي واحد لا بيرينيتي وواحد لا دورابيليتي لوفغاج. بور لافونسمون اون اي ماتنون 70% دافونسمون. Donc l'avancement principalement c'est au niveau de l'aménagement, on est à 60%, et au niveau des façades et l'étanchéité qui est presque terminée. Alhamdoulilah, donc on est bien avancé par rapport à ce qui était planifié. Donc on va terminer inchallah le projet bien avant le délai contractuel qui est de 24 mois. Donc normalement on va terminer presque un an avant. L'association des commerçants اللي كان واحد التفاهم بيناتنا باش اننا قدرنا اننا نخرجوا بلي ترافو سون كو يعني يكون واحد لا فيرميشور ديال لي ماغازان. حاولنا نخدموا اون فاز اون ريسبكتون دونك لاسبي سوسيال اللي كاين هنا اللي خاصو يتخاد اون كونسيدراسيون في سو جور دو ترافو باش ما تكونش واحد لا فيرميشور توتال ديال المارشي. و aussi حاولنا ما امكن garder l'aspect patrimonial ديال لوفراج. سيت ان مونيمون هيستوريك اللي عنده اكثر من 100 سنه اللي كيعرفوا كاع لي كازابلانكي، واللي عنده واحد لا فالور زعما لا فالور كبيره عند البيضاويين، وحاولنا ما امكن نحافظوا ونرجعوا البريق ديال هاد المونيمون. في اطار التوافق ديالنا يعني كانت الاشغال غتكون مده سنتين اللي غتكون فيها الاشغال، ولكن حنا في اطار هذا التوافق يعني مع المسؤولين حاولنا نخليو تقريبا الناس في المحلات ديالها، ونقسموا المارشي لاربعه ديال المناطق. قسمنا فعلا قسمنا المارشي لاربعه ديال المناطق، دابا الحمد لله سلمنا ثلاثه ديال المناطق، باقي لنا جوج ديال المناطق اللي باقيين. يعني تقريبا من قسمنا هادو الاشكال اللي كان وقع هو بالنسبه للناس اللي كانوا في اللي كيجي الحظ ديالهم كيجي في ديك المنطقه، يعني كيتم الاغلاق ديال المحلات. وبالنسبه للتجار كلهم راضيين، كلهم الحمد لله كاين تجاوب ما بين التجار وما بين الشركه حول اعاده الهيكله اللي غتكون ذاك الشهر.